صار عبد القادر قائدا حقيقيا يهابه العدو والصديق. وصل عدد جيشه إلى أكثر من 16,000 مقاتل. فاستغل الأمير هذه المكانة لجمع القبائل الجزائرية حول هدف واحد، تجويع الجنود والمستوطنين الوافدين من أوروبا عبر وقف كل أشكال التجارة معهم وفرض عقوبات صارمة على أي شخص يبيعهم أو يشتري منهم. جن جنون الفرنسيين وخرج الجنرال تريزل بنفسه في جيش ضخم لمهاجمة مدينة معسكر، حيث يتحصن الأمير وإنهاء هذا الحصار الاقتصادي. تريزل لكي يعلم الكثير بأنه شارك في معارك كبرى، معركة وسترلو أو معركة واترلو كما يسميها البعض في جنوب بلجيكا، التي في الحقيقة تعتبر من المعارك الكبرى التي كانت في حدود عام 15800 و1000. حينما نشاهد هذه المعركة الضخمة والمعركة الكبرى التي شارك فيها هذا القائد واكتسب الحنكة والتجربة، نراه حينما يواجه شابا صغيرا. الأمير عبد القادر، الدراسات التاريخية تقول أنه من مواليد 8800 و1000، يعني في حدود 26 سنة. التقى الجيشان في أول مواجهة مباشرة في منطقة سيج قرب وادي مقطع. كانت القوات الفرنسية تتوقع انتصارا سريعا على خصومها، وهذا التسرع الذي اعتمدته القوات الفرنسية لقلب موازين القوى لصالحها في وقت سريع انتهزه الأمير عبد القادر، واستدرج القوات الفرنسية وبدأ يستدرجها شيئا فشيئا إلى مستنقعات وادي مقطع. الأمير عبد القادر إذن انتهج سياسة التطويق. عملية التطويق هذه تتجلى في أنه يفسح المجال للقوات الفرنسية بأن تتعمق وتدخل في وادي مقطع. في نفس الوقت قوات الأمير عبد القادر يعني تحيط بالقوات الفرنسية، لا تواجهها مباشرة ولكن تحيط بها من نواح متعددة. يرمز هذا المعلم الذي أقامه الجزائريون في مقطع إلى ذلك الانتصار الذي أدى برئيس الحكومة الفرنسية للقول إن احتلال الجزائر عملية خاسرة لم تنجح بعد. معركة وادي المقطع أو معركة المقطع كانت تقريبا فضيحة كبرى بالنسبة للقوات الفرنسية، أو هي وسترلو ثانية كما يمكن أن تسمى في هذا الحيز الزمني التاريخي. الأمير عبد القادر تمكن من أسر تقريبا حوالي 700 من القوات الفرنسية في هذه الفترة. عدد القتلى يتراوح تقريبا بين 1500 و1700 من القوات الفرنسية. الجرحى كان في حدود الضعف تقريبا أو ثلاث مرات من الجرحى الذين يعني كانوا ضمن خسائر القوات الفرنسية.
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.